ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي، اغلى حاجه في حياتنا. يلا الفيديو ده سبسكرايب في قناه فعلا، وجرس الكومنتات كتير ولايكات اكتر عشان بحبكم كلكم. وصلوا الفيديو ده لو عجبكم 100,000 لايك و150,000 كومنت. النهارده هعمل لكم في احمد مقلب احمد نيل، وانا معايا الحب ومعايا الكيسه. هدخل فيه دلوقتي اربطه كله وهو نايم، واحط كيسه على وشه واقول له ان في حرامي دخل علينا وحيز موتنا ومكتفني. ويلا بينا نتفرج ونشوفوا ايه اللي هيحصل. بس سبسكرايب في القناه وفعلوا جرس الكومنتات كتير ولايكات اكتر عشان بحبكم كلكم اوي. حاجه في حياتنا، يلا هنخش نظبط الحاجه جوه ونبداوا الفيديو سوا. نايم خالص، يلا هنبداوا فيه، نربطوه واحده واحده كده براحه، ويلا نشوف هنعمل فيه ايه. من دول سيبوني 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 يا بنت، استني ما تمسكوش ايدي. لا لا لا
قال لي مش هضربك وافك لك الرابطة. استنى والله والله استنى والله اللي هفك لك والله ده بجد حقيقي يعني؟ مش هفك لك. استنى مش انت قال لي مش هاجي جنبك. مش هاجي جنبك. طب استنى بجد والله؟ تعالى ايه؟ تعالى انا كده انت عايز كنت فين يعني انا وسعت اقسم بالله انا كنت وسعت انا بهزر انت يا انا اقسم انت هبله يا بنت انت بس هي لما تنام المفروض لما تيجي تصحي عارف ما صحاهمش جامد يا بنت انت هبله يا بنت ولا ايه عليك فين بقى؟ أوضة الأطفال. استنى استنى. ستة ستة ونص. يلا أحمد قبل ما أبرد. أقسم بالله أنت بتهزري. أقسم بالله برود. أنا بهزر معاك والله. بهزر معاك يا بنتي. أنا بهزر معاه والله. بصوا يا جماعة عشان لما باجي أضربها أنتوا بتزعلوا مني وبترموا الضربات على دماغها. بالله عليكم يا جماعة ده ما تستاهلش الضرب يعني. وسع كده. إيه. على اللي عملت ازاي انا حاسس تزولتيني ده غلط ايه بس يا لولي ايه يا لولي ايه اللي حصل لبست كام كده وبعدين يا كوكي وانا بربطك انت مش حاسس بالدنيا ليه انت برضه اقسم بالله ايه يا ايه هبله يا هبله وسعنا وسعنا ده كده ما تنزعش تعالى بقى تعالى يا بنت حد ازاي واللي عنده الشغل الصبح ده يعمل ايه بقى هنام تاني انت جنبي بجد والله هنام تاني ها تعالي عشان انا اعملك كوباية شاي دلوقتي اشربها ظبط حياتي يا رب يكون الفيديو عندكم والفكرة كمان عجبتكم يا جماعة بالله عليكم يا جماعة بصوا اقسم بالله يرضيكم يا جماعة يا رب يكون الفيديو عندكم والله العظيم الساعة 6 الصبح ايه انت هبلة يا بنت ولا ايه؟ احمد ايه؟ بالله عليكم انتوا اللي بتقولوا استنى انت ايه اللي خربشك في مناخيرك؟ ما انت وبلاكيس انت بتعطلها اللي انت هتطلعها دي كيسة سودا ما بالله عليكم يا جماعة اللي يرضيكم ده عشان انتوا بتقولي ما تضربهاش يلا اعمل استهلي سبسكرايب في القناة وفعل رجع في الكومنتات كتير ولايكات اكتر عشان احنا كلنا اغلى حاجة في حياتي بس استني استني يا جماعة مبسوطة انت كده ها يا جماعة اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس واعملوا لايكات وكومنتات بنحبكم كلكم اغلى حاجة في حياتنا وخليها تكمل معاكم شوية مش هتشرب شاي ايه يا زبالة انت بحبكم كلكم يلا وصلنا في سيزون 100,000 لايك و 150,000 لايك لو عجبكم اوووو الحقني يا احمد الحقني يا احمد عايزين يخطفوني مين ده؟ معرفش يا احمد فكرني يا احمد وغمين عيني مش شايفاهم يا احمد مش شايفاهم يا احمد يا احمد انا متغمض لك يا احمد الحقني يا احمد انت فين؟ يا احمد الحقني يا احمد يا بنت مين دول؟